وسؤال تاني يا كابتن، حسيت بوجود الفار في الماتش؟ يعني انا عندي تساؤل فظيع، الفار ده ازاي موجود؟ احنا ولا حاله فار واحده في كل اللي احنا، انا كابتن اسلام دلوقتي عرض حاله محمد طاهر، محمد طاهر ضربه جزاء مورست، غير التعنت الواضح من الحكم في كل كوره بيشجع فيها لعيبه سيمبا ان هم يبقوا عناف جدا مع الاهلي، في عنف غير مبرر مع لعيبه النادي الاهلي. فين الفار من كل ده؟ يعني هل ما كانش في فار في الماتش؟ اللي انا اعرفه ان الكاف اصدر قرار ان النوك اوت كلها بفار. اين الفار من مباراه سيمبا؟ ولا حاله فار؟ كتر خيرهم الحقيقه. يعني كتر خيرهم ان احنا بعد ما بنتكلم على حاجات كتيره جدا جدا، كيف يمكن ان انت تآمن لحكم زي هذا الحكم في مباراه؟ انا سيبك بقى من دور الثمانيه، لو مباراه يا عبد الرحمن زي مباراه الاهلي والهلال اللي كانت من سنتين، كيف يمكن والحكم ده جاي يحكمها لك؟ انت كراجل اهلاوي هتبقى بينك وبين نفسك حاسس ان انت مستريح تحكيميا في المباراه؟ ده بالعكس، ده انت عليك ضغط تحكيمي كبير جدا يا كابتن اسلام في حالات التحكيم اللي حصلت دي، ضربه جزاء وفاولات في اماكن خطر جدا، غير الحالات بتاعت، انا ما اتكلمتش عن حالات سيمبا نفسها يا كابتن، حالات سيمبا نفسها كارثيه. احضن احضن كمان، دي هو قال لك ايه؟ قال لك احنا في رمضان فبيحضنوا وخلاص. ودي ما جاش كده المباراه ازاي؟ دي ما فيهاش يا راجل، يا راجل يا دي فيها بلانتي، يا راجل انت بتتكلم ازاي يا عم عبد الرحمن؟ ده الراجل بيحبه فبيحضنه، نفسه يلبس تيشيرت الاهلي فبيحضن الراجل، ما هو اسلام. طب كيف تفسر مثل هذا الامر؟ هاتها من الاول تاني يا سمير بعد اذنك، واحده واحده كده. اهو هنا الحضن الاولاني بيقول له تعالى يا مودس انت وحشني، فهنا الحكم ما حسبهاش، فجه هنا تاني قال له لا معلش يا مودس انت وحشني بزياده. ده كابتن السوفليكس اللي كان بيعمله كابتن شريف فاضل فيكم هو في كده. على رايك والله، يعني ممكن تلاقي حاجات كتيره جدا اهو. ده شال هنا بقى بيجيله بيقول له احنا هنا في تنزانيا بيحب النادي الاهلي جدا فبنشيل النادي الاهلي على دماغنا. يا جماعه مش كده يا جماعه، والله بجد والله. يعني تخيل حضرتك لو كان، ولا يفرق معانا برضو ان احنا كسبانين ولا خسرانين ولا متعادلين ولا ايه الموضوع، ولكن انا كل اللي يفرق معايا لقطه زي دي ازاي ما يحسبهاش ضربه جزاء. ده لو حسبها ضربه جزاء العالم كله هيطلع يسقف له، ازاي ما يشكش فيها حتى، ازاي ما يرجعش للفار؟ على رايك ازاي ما يروحش للفار يقول له؟ يعني الغريب ان هو ما رجعش للفار، مش الغريب ان هو ما حسبهاش، الغريب انه ما رجعش للفار يا كابتن. حتى ما شكش في ان هي ضربه جزاء، مش ما رجعش للفار، ما هو الفار اللي ما قالوش. طب ما دي كارثه ثانيه، حكم الفار كمان هو كمان متواطئ كده برضه. لا احنا ما بنقولش متواطئ يا عبد الرحمن، احنا بنقول ان هو بيحب النادي الاهلي فسايب الناس تحضن في لعيبه النادي الاهلي. ده مش حضن عادي يا كابتن، مش كده يا جماعه والله بجد. احنا الناس تعبت واحنا وصلنا لسنه 2024 وخلاص، يعني الحمد لله الامور ماشيه بشكل جيد جدا، عندنا اتحاد افريقي جيد، عندنا رئيس اتحاد افريقي محترم، عندنا قاره افريقيه جميله جدا ومحترمه جدا، والناس كلها بتنظر للقاره الافريقيه على انها واحده من اكبر الكرات او الفرق اللي بتلعب كره في العالم كله. وبالتالي عندما تتكلم عن القاره الافريقيه والفرق اللي بتلعب في القاره الافريقيه يجب أن يكون هناك حكام على مستوى جيد، يجب أن يكون هناك حكام على مستوى النادي الأهلي وعلى مستوى نادي سيمبا وعلى مستوى نادي الزمالك وعلى مستوى كل الأندية الكبيرة اللي موجودة في القارة الأفريقية.